ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنشوف مع بعض درس بعنوان تمييز الاشياء. يعني ايه يا اصحابي تمييز الاشياء؟ يعني لو شفت صورة اقدر اميز الحاجة اللي فيها واعرف ايه الاختلاف بينها وبين حاجات تانية. طيب تعالوا نشوف يا اصدقائي الصور. احنا دلوقتي هنشوف مجموعة صور، هنشوف صورتين، كل صورتين هيكون ما بينهم حاجة هما بيتفقوا فيها وحاجة بيختلفوا فيها. لو شفنا الصورتين دول هنلاقي انها صورة قطة وصورة كلب. ايه اللي الصورتين دول بيتفقوا فيه؟ ان هما حيوانات أليفة، يعني ممكن نربيهم في البيت. لكن اللي بيفرق واحدة عن التانية ان الصورتين مش زي بعض، يعني هما مش قطتين ولا كلبين. الصورة اللي بعد كده، انا عندي وسيلتين بستخدمهم لما بحب اروح لأي مكان، السيارة والعجلة. الاتنين وسيلتين بستخدمهم في المواصلات، لكن واحدة تختلف عن التانية، واحدة سريعة والتانية بطيئة بالنسبة للأولانية. الصورتين اللي بعد كده عندي ايد ورجل. ايه اللي هما بيتفقوا فيه؟ ان الاتنين اجزاء من اعضاء جسم الانسان، لكن واحدة بستخدمها في الكتابة وفي الاكل وفي الشرب وفي كل شيء بقدر اتحكم فيه اللي هي اليد، والتانية بمشي عليها اللي هي القدم. طيب تعالوا نشوف ايه الفرق بين الصورتين اللي جايين دول. انا عندي زرافة وعندي ثعلب. ايه يا ترى يا اصحابي الفرق بين الصورتين؟ هسيبكوا تفكروا وقابلكوا المرة الجاية في شرح درس جديد.